اي بي جيمنج وفيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ وبعد التحديث الجديد يا شباب، ومستني فعلا رأيكم في التحديث الجديد من حيث الانترو والشكل، القناة اللي اتغير واللوجو بتاع القناة، وبرضك في اخر الفيديو يبقى فيه شاشة نهاية اند سكرين، يعني حاجة كده عامل لكم كده اغنية في النهاية، حاجة كده ان شاء الله تعجبكم يا شباب. اوبا دي زوزو معايا. واو، هنعمل تحالف. ايه ده احنا ثلاثة بس في الماب، يعني في حد مجرم؟ الواد يا شباب المجرم. طب نموته يا شباب ولا ايه؟ ايه ده، وانت انت المجرم؟ يا نهار ابيض يا شباب، عاش جدا يا شباب. معلش يا شباب، اسف اللي انا مش اوعى تموتيني. اسف يا شباب اللي انا مش بنزل فيديوهات الفترة اللي فاتت، لكن طبعا انتوا عارفين ليه، لان انا كنت بجهز في الانترو بتاع القناة، وبجهز وبفكر كده، يعني كنت بشوف افكار للوجو الجديد بتاع القناة. ايه ده، اوعى تموتيني اوعى تموتيني. عاش عاش. وطبعا كنت برضك بظبط مشكلة اللاج عندي. انا نعم لسه ما جبتش الكيسة اللي انا كنت كلمتكم عليها، بس ان شاء الله اول ما هجيبها هنبدأ اللي احنا نلعب العاب مختلفة خالص يا شباب. يلا بينا. طبعا عملت سلاسل كمان، يعني الفترة دي كنت قاعد شغال على القناة عشان اخليها ايه، عايزين نطور من قناة ايبي جيمنج. اوه الواد ده جالي، يا نهار، اوعى اوعى بالله تموتين. انا لا، اوعى تموتين. ايه رأيك اضربك؟ ايه ده، الواد مات؟ حرام عليك. ايه ده، يلا حرب. انت فين؟ طب حرب، يلا يا شباب حرب. ما تشوفش انا فين وانا هشوفك. ماشي، انا مش هشوفك. حرب يا شباب، واختي اعلنت الحرب. مش هقولك بقى. بوم، ازاي المفروض انا موتتك؟ يا لهوي يا جدعان، والله كنت انا، والله انا متاكد ان هي كانت تحت، عشان كده انا جيت لها من تحت. ياه. بس عايش 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 جدا يا شباب. وشفت يعني كذبت عليا في اول جيمك، بس حلو قوي. ثلاثة بس في الماب طبعا، عشان انا بقالي يجي اسبوع ولا اكتر من اسبوع ونص مش بصور، فالمتابعين خلاص بقى مفيش اي حد بقى بيجي، مفيش حد بقى بيلعب معايا، بس ان شاء الله الفترة الجاية نبدأ نلعب. ماب الهوتيل حلوة على فكرة الماب دي. اوه يلا بينا. يا فين ايام المتابعين كانوا بيكتبوا هنا؟ خلاص ذكريات بقى ولا ايه؟ لا يا شباب، عايزينكم برضك ايه، تلعبوا معايا، عايزكم تلعبوا معايا ونلعب احلى جيمات يا شباب. ويلا بينا. نفسي ابقى مجرم يا شباب، نفسي ابقى مجرم. مجرم المجرم. لا مش اه صح، خلاص ماشي. طب اوعى تكون انت مين؟ انا محقق والله. يا عيني بقى كل شيء يموت. ايه هو اه بجد، يا نهار ابيض، يا ريت ما قلت. يا لهوي ده عرفني، انا ما كنتش اعرف. ايوه يا عم، انا قلت لك المحقق. بوم، تعالى. ازاي؟ والله ظلم، والله ظلم والله يا شباب. انا كنت مستنيه عن، يا نهار ابيض، ده الواد ده غريب. يا لهوي يا شباب، المفروض تكون موتته. لا على فكرة، قبل ما انت تيجي موتني حلف عليا السكينة على طول. اوه ايه يا شباب ده، المفروض انا كنت مستنيه على السلم عشان اموته، ولقيته موتني بطلقة. الواد ده غريب، وانا مستغرب منك، مستغرب منك، مش عارف، حاسه كده مش طبيعي. ماشي يلا بينا نختار الماب التالت. يا لهوي خلاص، بس احنا ثلاثة بس، معرفش، اظن يعني هي ممتعة، حاسسها مش ممتعة. مش عارف بقى والله، يا نهار ابيض. بس يلا عادي، يلا بينا، اول مره نجرب ماب زي كده. اوه انا المحقق. الواد هيكسحنا، الواد هيجلدنا يا شباب. لو شفت الواد انا هطلع اجري. هو فين الواد؟ لو لقيته انا هطلع اجري.
لو موتك انا هاخد صح المسدس. اه ما خليه موتك. ايه بهزر؟ لا عاش يا بطلة انت. اجلع ديوم يا لو على زوزو. زوزو جيفن كشاب خرب الدنيا. هو ايه ده انت قاعدة؟ طب تعالى نقعد بقى. اه لسه عايز اقعد. عاش جدا. يلا يا شباب بقى عايزين نرجع التفاعل بتاع زمان ووصل الفيديو ده لل 100 لايك عشان اتحمس وانزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وكمان نبدا ان احنا نلعب العاب مختلفه ان شاء الله غير روبلوكس. وانا عملت سلاسل كتير جدا منهم لعبه سكاي تيتشر 3 دي، وفي كمان بابجي ان شاء الله نبقى نلعبها، ومش عارف والله، بس في حاجه في لعب كتير جدا يعني هتبقى جميله وهتعجبكم. تعالوا نقعد جنب الواد اللي انا مش مطمن له. ايه ده يا عم، اول مره اقعد جنبك تقوم لي يعني؟ اقعد يا عم اقعد، عايزك في موضوع. ايه ده يا ابني؟ اقعد يا ابني يا ابني. مش هقوم صدق. ايه ده يا عم، انت قمت ليه؟ بتكسفناش. يلا بينا يا شباب، متحمس عشان لو انا مجرم انا. يلا بقى تعالي. لا لا بوظ، مش هموت. اه نموت بقى الواد، ناخد حقنا من هذا الولد. يا ولد يا ولد يا ولد، هو فين؟ هو فين؟ حاسه شباب مستخبي هنا. لا انا هدورك على الواد. اكيد هو هنا يا شباب، تعالوا كده عشان انا مش لاقيه. والله ممكن يكون هنا اهو. اهو اهو انا شفت حاجه قدامك. ولا ايوه اكيد هنا. انت فين يا ابني؟ ايوه لا مش هنا. يا طب انا طالع لك. لا ازاي، لا مفيش الكلام ده، عايزين نلعب مع بعض في الاخر نموت بعض. هو فين الواد ده؟ السلام عليكم يا صاحبي. اوه مات. حرب هجوم. يا لو يا شباب اختي تعمل اعلنت الحرب. يلا اطلع من مكانك. انا خايف. لا يا شباب اختي اصلا قاعده جنبي فشايفين وانا بلعب. يا نهار ابيض، اجري يا مجدي. ايه ده؟ ايه والله خايف. انا اللي خايف. انا اللي خايف. انا خايف قوي. ترى البت زوزو فين؟ انا فوق خالص. اي سي يو. لا انا مش جاي. فوق خالص على فكره، مش في الضوء ده. خايف. شفتك. ايه ده، في حد ضرب. اذا ما شباب نراقب. يا عم انت فين؟ شباب اختي بتزاولني يا شباب، في ضرب جه عليا. والله لا يا نهار ابيض. يلا وربنا. الحمد لله. طب انا زي ما عايز ارمي عليها السكينه، مش بعرف ارمي ام السكينه دي، مش عارف ليه. اي سي يو انا اراك. ولا تعرف تموت. مش بعرف ارمي ام السكينه ليه؟ انت عملتها من شويه. لا ابلع. والله ما بعرف ارمي السكينة، مش عارف ليه بجد، مش عارف ارميها ازاي. طيب يا عم، ما انت كنت لسه عاملها من شوية حتى السكينة. لا ما رميتش حاجة من شوية، عملتها ازاي؟ ايه يا عم انت؟ يا نهار ابيض. انا مش عارف ايه يا شباب، عشان يعني بعدت عن اللعبة اسبوع ونص يعني خلاص ما عرفتش العب. لا 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 ان شاء الله هكسبها في الجيم الجاي ان شاء الله، بس اطلع مجرم ولا مسدس اي حاجة من الاتنين دول وان شاء الله هكسبها. ازاي تعكسيها؟ مش فاهم هو ايه الحركه دي. بس الطلقه على الواد وانت اللي تفوز. اه انت ده كلنا قاعدين. ايه ازيكم عاملين ايه؟ ايه النهارده معانا؟ ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ احنا التلاته بس. ايه ده، الدنيا كلها نايمين ولا ايه؟ عشان مش عارف انتوا المفروض تصحى يا شباب، المفروض احنا بنلعب دلوقتي. مش عارف والله فين انتوا كلكم نايمين كده. يلا بينا، متحمس جدا. يا رب يا رب. ديوم. ايوه ديوم. انا معايا السكينه. ايه ده، انا اللي معايا السكينه، قصدي انا اللي معايا المسدس. لا مش حرب، مش حرب. عايش عايش. لا ده حرب على طول. طيب
بوم. يلا يا شباب تركيز يا شباب تركيز، يلا عايزين نكسب. يلا يا شباب ناخد حقنا في اخر جيم، لازم ناخد حقنا يا شباب في اخر جيم. مش هسيبها يا شباب. يا لهوي، لا لا ما ينفعش اقرب، انا ذكي قوي. خلاص وربنا. ابلع ايه؟ مفيش حد مد؟ والله حرام. يلا هي دي بقى. اه الحمد لله كانت جايه فيا وربنا. سبحان الله. ديم شوف يا شباب، هو ده الاحتراف. انا قلت لازم اخر جيم ننهي بيه كونفوست على زوزو بس كده. عاش جدا يا شباب. وبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يظهروا كل الفيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا